شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان كريم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذا وأفتى بأنه لا يجوز، لأن رمضان لا يعطي شيئا، وإنما الكريم هو الله والمعطي هو الله. والذي يظهر لي والله أعلم التفصيل، فإن كان المقصود بقولهم رمضان كريم أنه مكرم يعني مفعول فهذا صحيح جائز، ولا شك أن رمضان مكرم من المؤمنين ومن الله عز وجل، وهو شهر مبارك، فهذا لا بأس به. وإن كان مقصودهم من قولهم رمضان كريم أن الله يكرم عباده في رمضان فأضيف إليه لأنه زمن هذا الإكرام، فهذا جائز ولا بأس به. أما إن كان المقصود أن رمضان هو الذي يكرم الناس فهذا لا يجوز، وهذا يقع من بعض الناس، يقول رمضان كريم فيقول له الآخر الله أكرم، إذا رمضان يكرم والله أكرم من رمضان، وهذا غير صحيح، فالمكرم هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يظهر لي في هذا والله أعلم.